هذا وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله مرسوم رقم 61 لسنة 2024 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 15 لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يضاف بند جديد برقم 6 للفقرة رابعا من المادة الأولى من المرسوم رقم خمسة عشر لسنة ألفين وثلاثة بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة نصه الآتي ستة إدارة التشجير والمنتزهات